مسألة الدعم التجاري للسائقين العرب تعتبر أمرا ضروريا للمشاركة في البطولة المحلية والدولية. السائق الإماراتي محمد عويس سجل نتائج متميزة في عدة منافسات ضمن بطولات الكارتينج والأوتوكروس، إضافة لسباقات الفورمولا BMW وسيارة الراديكال، حيث دفع أكثر من نصف مليون درهم من ماله الخاص، إلا أن مشاريعه بالتواجد في المنافسات الأوروبية اصطدمت بحاجز غياب الشركات الراعية وامتناع الحكومة عن دعمه. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو السائق الاماراتي محمد عويس. محمد مساء الخير. مساء النور يا هلا. شو الاخبار؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. محمد انت سنك صغير ها؟ نعم. محمد كيف انت وصلت لهي درجة انك تقود سيارات BMW وتدخل هاي السباقات؟ حدثنا عنك. والله في البداية الواحد تبدا من شيء صغير. من 4 سنين في سباقات اللي عندنا في البلاد من اوتو كروس لين كارتينج. عقب ما تبدأ الأشياء هذه تبغى زيادة، تبغى السرعة زيادة، تبغى إثارة زيادة، فتشوف اللي حواليك ما تشوف اللي أوتودروم والريسينج سيريز اللي عندهم. فحبيت أسير الجولف راديكال، هي عبارة عن سيارة سريعة جدا، سيارة يعطيك تعطيك إثارة، تعطيك الشيء اللي تبغاه. ومن هناك دخلت الراديكال والحمد لله يعني حرشت مراكز حلوه وصرت طلعت برا البلاد، صرت البحرين وبعد الحمد لله يعني. طيب محمد انت وصلت لكل هذه الانجازات في سن صغيره، على الدعم المالي هل تترقى دعما ماليا من جهه ما ام انه فقط كل شيء من مالك الخاص؟ من المال الخاص. حطيت مبالغ كبيره حتى الان اني اوصل للمستوى معين، وهالمستوى هذا اني ممكن اسير لشركات او اسير لأي شركه كبيره واقول لهم اوكي هالاشياء اللي سويتها انا وصلت، انا حرشت وصلت المركز الاول في سباق BMW، وصلت المركز الثاني في سباق كبير وهو راديكال سيريز، والحين ابغى اطور عمري، ابغى اوصل لبرا البلاد لاوروبا، وهناك اللي عندك الكومبيتيشن، عندك الاثاره، عندك الاشياء هذه اكثر بوايد عن في الامارات. محمد هذه الانجازات هي في حاجه الى دعم مالي فقط، يعني مالك الخاص ربما قد لا يكفي، يعني هل الحكومه الاماراتيه، هل المساهمون الرعاة؟ نحن نعلم انه في الامارات، الامارات تساند وترعى الكثير من الانديه حتى في كره القدم، لماذا لا ترعى مواطنيها؟ حاليا دوله الامارات ابو ظبي ودبي بنت جزيرة ياس وعبارة عن حلبة خصيصا بس لفورمولا 1، وحاليا ممكن يعني خلال السنين الجاية هذه أو السنة هاي والسنة الجاية نشوف شركات تشوف أن الدولة تحب الشيء أو رايد أن تحصل يعني دعم الإمارات أو دعم الشباب بروحهم أن يسوقون سيارات. طيب محمد حتى نتكلم بدقة أكثر، كم يكلفك مثلا مشاركتك الدولية، كم يكلفك سيارة تأخذ بها السباق؟ السيارة في سنة تقريبا، في سنة تقريبا شوف من 150 ل 200 ألف دولار. وهذا يعني من غير السيارة بروحها، تشتري السيارة هذا بس كبريبريشن، وهذا بس مقارنة بالمثلا اللي تشوفه الدعم اللي صاير حاليا، انه في دعم صاير لفورمولا 1 ودعم صاير للجي تي، هذا مبلغ صغير جدا تدفعه لسائق اماراتي مقارنة بما تدفع لسائق غير اماراتي. طيب محمد عندما تطلب دعما ماليا اكيد انه لديك برنامج يعني على الاقل للسنوات المقبله، ما هو برنامجك حتى تحصل على هذا الدعم؟ بصراحة إن ما أشوف عمري أن أسير فورمولا 1، فورمولا 1 الإنسان اللي يصير فورمولا 1 لازم يكون سنه صغير، فالجهة الوحيدة اللي رمت وجهها هي جي تي عبارة عن سيارات. ممكن أوصل ل أنا الجول اللي عندي إياه أن أوصل للمانز، المانز يسوونه مرة واحدة في السنة، أكبر إيفنت جي تي في فرنسا. طيب محمد عويس السائق الإماراتي، نتمنى أن ألقي خبرا عنك في الفورمولا 1 إن شاء الله، لما لا؟ شكرا إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. شكرا لكم محمد عويس. شكرا.